السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على مشروع رائع اللي هو جامع الأغواط اللي يعني دامت الأشغال نتاعو يعني حوالي الآن 12 سنة، والأشغال مازالها جارية والأشغال مازال لم تكتمل، لأن الجامع هذا يعني الحجم نتاعو رائع كبير جدا، ويعطي طراز جزائري. يعني كثير من الجوامع في الجزائر مبنية بهذا الشكل وهذا الطراز الجزائري المحض، اللي هو نتيجة للتراكمات نتاع الحضارات والأنماط التي عرفتها الجزائر عبر تاريخها الكبير والطويل اللي يمتد إلى عدة قرون. إذا قبل ما نخوض في الموضوع نتاع الجامع نتاع الأغواط، حبيت ان ناكد على واحد النقطه، ان نوضح واحد النقطه اللي كثير من الناس ما يعرفوش، يعني الفرق ما بين الجامع والمسجد. الجامع هي كلمه على مسمى، يعني الجامع هو مكان يجمع اشياء كثيره، يجمع مكان الصلاه اللي هو المسجد، يجمع كذلك الفندق نتاع الطلبه، يجمع المكتبه، يجمع المدرسة نتاع تعليم القرآن، يجمع الكل. يعني هو بما يعني هو يعني هو يعني كان يعني معنى الجامعة. الجامعة ما نسمى احنا الآن الجامعة تاع العلوم وكذا، بكري الجامع كان هو الجامعة، يعني كان المكان اللي الطلبة في كل فروع العلم يروحوا يقرأوا فيه. هذا هو الجامع، إنه يجمع صفات كثيرة، وهو بما أنه يجمع صفات كثيرة فإذن يكون أكبر من ناحية المساحة ومن ناحية المباني اللي يضمها الجامع. أما المسجد هو جزء من الجامع. المسجد هو المكان الذي نسجد فيه، هو المكان الذي نصلي فيه. إذن أظن أن الصورة واضحة الآن. بعض الناس ينتقدوا جامع الجزائر الكبير، يقول لك علاش الحجم هذا وكذا ومنه، لكن هو جامع مش مسجد. جامع يجمع فيه مدارس، فيه كليات، فيه مكاتب الإدارية، فيه كثير من الأشياء. هو يعني جامعة بالمعنى بتاعنا تاع الآن. نولي الآن الجامع تاع الأغواط، هو الآن فيه يعني هذه السياسة تاع الدولة القديمة، يعني اللي فاتت، فيه خريطة نتاع الجوامع القطب لكل ولاية. كان فيه تخطيط لبناء جامع قطب، يعني يضم، يعني تكون عنده يسير المساجد والجوامع في الولاية، يسمى جامع القطب. في كل ولاية كاين جامع قطب. كاين بعض الولايات اللي بنات الجامع القطب نتاعها، كتبسة وك بعض الولايات بنات الجامع القطب نتاعها، وبعض الولايات أخرى الجامعة راه في قيد الإنشاء، وبعض الولايات لم تبدأ في بناء الجامع القطب نتاعها. وكنا كما قلنا الجامع القطب يكون عنده يعني نمط معماري منفرد كبير جميل، عنده إضافة جمالية وإضافة عمرانية للمحيط للمدينة أو المكان اللي فيه. إذن هذا هو الجامع. وهنا رانا الآن بصدد الكلام على جامع الأغواط اللي الأشغال دامت الآن إلى حد الآن تقريبا 12 سنة، والجامع مازالت البناء مازال كم لم يكتمل. وإن شاء الله نلاحظ هنا في الهندسة نتاع الجامع والأبعاد نتاعو، الأبعاد الفضائية نتاع الجامع هذه تعطي يعني هذا الجمع هذا هو إجلال لله سبحانه وتعالى، والإجلال لهذا الدين الحنيف. لابد أن تكون هذه يعني العظمة لله على كل حال. لكن هذه العمارات، احنا الإسلام منذ أن صدر الإسلام يعني دائما كانت الجوامع كبيرة بالحجم بتاعها، كانت هي البناية الأكثر يعني إلماما لل العناصر الحضارية والعناصر
العمرانية والعناصر يعني من ناحية المهمة نتاع الدين، يعني من ناحية الرسالة وكذا، كان هو الجامع هو البناية الأكبر والأكثر يعني إلماما بهذه العناصر الحضارية والجمالية في كل مدن العالم. كانوا أمثلة كثيرة على الجوامع في كل عواصم الدول الإسلامية معروفة، هذه مش حاجة خاصة بالجزائر. المهم أننا ما زلنا نبني مساجد ونبني جوامع في بلادنا، وهذا شيء يشرفنا وشيء يعطينا مصدر افتخار كوننا شعب مسلم. أترككم مع نهاية الفيديو الرائع اللي درت للمونتاج تاعو، والسلام عليكم.